خطيرة وجول، هدف 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 يا كرتي، خيرتك فاختاري فأرجو أن لا تحتاري. مش وزي ما انت ما شفت كده في بداية الفيديو، التعليق العربي رسميا لمحاكي البي سي بي للعبة بيس، والنهاردة جايب لك لعبة فيفا بقى هنركب لها التعليق العربي عليها، وهيكون باتش روعة. عايزك تكمل معايا الفيديو الاخر وما تقطعش في الفيديو عشان مهم جدا، طريقة التثبيت هي اللي هتقدر تشغل لك اللعبة بدون مشاكل، عشان مهمة جدا. لو انت قطعت في الفيديو هتواجه مشاكل في تشغيل التعليق العربي واللعبة، فعشان كده كمل الفيديو للاخر، وما تنساش تنزل دلوقتي تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. ايه يا صديقي، صبعك بيوجعك ولا ايه؟ يعني مستخسر فيها اللايك والاشتراك؟ يعني تضغط زر واحد يعني ما تبخلش علينا بيه؟ ايه صبعك بيوجعك يعني؟ يلا انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناه وانضم لينا عشان نقدر نوصل دلوقتي ل 2000 مشترك. فيلا بينا بقى نخش في الفيديو على طول، مش عايز اطول عليكم. اول حاجه كده هنستعرض معاكم جيم بلاي وبعد كده طريقه التثبيت، فكمل الفيديو للاخر عشان تشوف التعليق العربي وتتاكد ان هو حقيقي عشان ما يكونش عندك شك، وانا عملت فيديوهات كتيره جدا. فيلا بينا نخش كده على الباتش، وزي ما انت شايف كده كانك معاك لعبه فيفا نسخه البي سي معاك على الموبايل. وهو بقى هي دي الميزه، ان فيها مستر ليج وفي كون اسطوره دوري الابطال، وزي ما انت شايف الاوجو. انا بصراحه اخترت الباتش ده لان الاوجو فيه قويه جدا ورائعه، يعني بمعنى الكلمه هتعجبك ان شاء الله، باتش بمعنى الكلمه خرافي. ويلا بينا نخش كده في جيم بلاي واوريك بقى الارضيه بتاعت الملاعب والجرافيكس. وبصراحه اهم حاجه في اللعبه ان هي بدون انترنت، والجرافيك بتاعها عالي وبحجم صغير مش بحجم كبير جدا، وبتشتغل كمان على الاجهزه الضعيفه، وطبعا هتشتغل معاك على محاكي البي سي بي، فعشان كده لازم تنزله. هسيب لك الرابط بتاعه في الوصف، وهسيب لك برنامج زر ارشيف اللي هو برنامج فك الضغط اللي احنا هنستعرض او هنثبت يعني بيه اللعبه. وهنشوف دلوقتي ازاي نقدر نركب ملفات التعليق العربي، بس الاول تشوف كده بقى، نشوف الجرافيك واوجه اللعيبه والملابس اللي هي الانتقالات والاطقم الجديده. وزي ما انت شايف الجرافيك عالي جدا وارضيه الملعب. ودلوقتي هستعرض معاك بقى اوريك بقى الكاميرات، ان موجود معاك كاميرات كتيره جدا في اللعبه تقدر تغيرها. وزي ما انت شايف داخل بقى اللعبه كانها نسخه البي سي بالظبط معاك اهوت، زي ما انت شايف كده بقى اهوت ارضيه الملاعب. الجرافيك بصراحه روعه، كانك شغال على نسخه البي سي ولكن على الموبايل. وزي ما قلت لك موجود كون اسطوره ومستر ليج ودور الابطال واقوى الدوريات اللي في العالم هتكون معاك. وزي ما انت شايف الاطقم الجديده اهوت والانتقالات الحديثه اللي لسه اللي موجوده في عام 2022. يلا بينا بقى تشوف بقى، زي ما انت شايف كده هوريك دلوقتي ازاي تقدر تغير الكاميرات. هتضغط على القايمه، هتروح على الكاميرا وتغير الكاميرات زي ما انت ما عايز بقى. بس كده كنت شرحت معاك كل حاجه، يلا بينا بقى استعرض معاك التعليق العربي. وصافرة الحكم نبدا 90 دقيقه ممكن من الاثاره والمتعه والاهداف. دلوقتي مع جيم بلاي واستعراض للتعليق العربي، اتمنى يكون الفيديو عجبك. بس كده ما تنساش تضغط معايا اللايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك، يعني ما تستخسرش فيا لاني بتعب جدا في القناه. وبس كده مستنيكم الفيديو الجاي، السلام عليكم. هي باس كوره خطيره وجول، يا كرتي خيرتك فاختاري فأرجو أن لا تحتاري. مش ممكن الهدف، شوف شوف وثبت شوف.